رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أي قاطع عن هذا الحين بدني دليل كد مركي جوار سوماليا ومجا أبي حبين كتر سن كلها وسيرة دل كإثيوبيا وسير كهوان كي عرورة إثيوبيا يا الله مجا أبي فيلسن عبد الله أحمد وصيد كلاه ملكي لها تلفزيون ككلية مذا حبنان الدجان كسومالي ذو لقو مجا أبو نبا تيفي فيلسن عبد الله أحمد أي واحد كم تعيد لي رضا كل شيء دولة دجان كسومالي ذا إثيوبيا إسلام مركزين وقفر فرعون وحانا magacaabistii soo dhaweeyay inta badan Soomaalida dawlad deegaanka Filsan Abdullah Ahmed oo lolayn jirtay nabada ayaa kamid ahayd saddex wasiir oo cusub oo kuwaas oo waxa lay magacaabay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaana maanta ansixiyay baarlamaanka dalka Ethiopia Abdirashid Mahmud Mohamed Abdirashid Hudhud wararka televisionka Star